أهلا بكم من جديد. تستمر القوات الأمنية بجميع قطاعاتها وتشكيلاتها ملاحقة فلول داعش الإرهابي والانقضاض عليه، ملحقة به أفدح الخسائر. فقد تمكن طيران الجيش العراقي من دك أوكار عصابات داعش الإرهابي في جزر نهر دجلة بمنطقة قبر العبد التابع لناحية حمام العليل جنوبي الموصل، وألحق بعناصره خسائر جسيمة، كما شوهدت أعمدة الدخان تغطي المنطقة المستهدفة.